مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد وبدايه اسبوع جديد السادسه. تحيه طبعا في البدايه لكل جماهير النادي الاهلي وكل جماهير الكره المصريه اللي كنت اتمنى النهارده ان انا اجي اهني وبارك بتجاوز عقبه البرازيل، ولكن يعني هي مش تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، لان احنا الحقيقه اتعودنا وكان سقف طموحاتنا وقف عند بس التاهل لكاس العالم او التاهل للاولمبياد، وكانه مش حق مشروع لجماهير الكره المصريه انها تحلم بميداليه اولمبيه او انها تحلم انها تروح لبعيد في بطولات زي بطولات كاس العالم. كان عندي امل كبير جدا في ولادنا الحقيقه، اللي بيتهيالي ان هم ما قدموش يعني. وخدوا بالكم انا هتكلم بمنتهى الصراحه، يعني انا مش هطبطب ومش هدلع زي ما بيقولوا. نتيجه مباراه النهارده نتيجه متواضعه جدا لمنتخب البرازيل، والمباراه دي في الظروف الطبيعيه وفي وجود حارس تاني غير الشناوي، مش تقليل من حراس التانيين الحقيقه، لكن الشناوي يستحق ان انا اوجه له التحيه، لانه المباراه دي بدون الشناوي كان منتخب مصر خسر بسكور تقيل قوي، وكانت بقى بايخه قوي، وكان بقى خروجنا من اولمبياد طوكيو شكل وحش. الحقيقه الكلام مش على ماتش مصر والبرازيل، والكلام مش على اولمبياد طوكيو، الكلام على الكره المصريه. انا يعني مش عارف، يعني احنا بقى لنا كتير قوي بنتفرج، وبقى لنا كتير قوي بنشجع، وبقى لنا كتير قوي بنستنى المفاجآت تحصل، واحنا في انتظار هطول المفاجآت من السما كده. مفيش حاجه ممكن تكون مخططه، مفيش حاجه تكون ممنهجه، مفيش اهداف بتتحط بعيده المدى. ما عنديش شك في ان ولاد الارض دي عندهم من الامكانيات والمواهب كتير، اسالوا اسماء كتيره جدا، يعني من اول ما بدا عصر الاحتراف، يعني اسالوا هاني رمزي، واسالوا احمد حسن، واسالوا زيدان، واسالوا حازم امام، واسالوا كتير، واسالوا عمرو زكي، واسالوا محمد شوقي، واسالوا لعيبه مصريه الحقيقه زي الفل. لكن في النهايه المردود ايه؟ المردود اللي بيرجع على الكره المصريه ايه؟ سواء كنت بتكلم على منظومه مسؤوله انها تحط استراتيجيه، بصوا لبلجيكا وتعلموا، بصوا لفرنسا وتعلموا. انا مش بطالب ان احنا نخترع العجله، انا بطالب ان احنا نبص الناس ازاي بتخطط. بصوا لاسبانيا عملت ايه؟ ناس جت من مفيش، كانت فرق كويسه بتشارك لكن انك انت تصنع فريق يصل ان هو يكون بطل اوروبا او يصل ان هو يكون بطل عالم، فريق مصنوع. بلجيكا تاريخها ايه في كره القدم؟ بلجيكا النهارده لما تيجي تلعب قدام منتخب زي البرازيل او منتخب زي الارجنتين او منتخب زي فرنسا او منتخب زي اسبانيا، تاتاتات زي ما الفرنسيين بيقولوا، راس براس. ناس خططت واشتغلت وبنت واختارت ومرنت وسابت المجال للمواهب اللي عندها انها تطلع وتتالق في اكبر دوريات العالم كله. بصوا لوكاكو مع الانتر فين، وكان قبل كده مع مانشستر يونايتد فين، بصوا هازارد فين، بصوا دي بروين فين، وغيرهم وغيرهم. يعني حدث ولا حرج الحقيقه تشكيله المنتخب. التجربه دي احنا في مصر هنا بلد ال 100 مليون ما نقدرش نعملها؟ محمد صلاح ده ما ينفعش يبقى 10 15 20؟ بدل ما احنا ماشيين ورا لعيب واحد في ليفربول، ما ينفعش يبقى عندنا في برشلونه، وما ينفعش يبقى عندنا في الريال، ما يبقاش عندنا في بايرن ميونخ، ما يبقاش عندنا في باريس سان جيرمان 10 15 لعيب ياخدوا منتخب مصر ويروح لبعيد؟ ما ينفعش نبقى بين الكبار، ما ينفعش نحلم، ما ينفعش نخطط ان احنا نبقى بين الكبار. قد تنجح التجربه وقد تفشل، بس نشتغل. اتحادات ورا اتحادات ولجان ورا لجان، ما فيش حاجه جديده تحصل. يعني 20 30 سنه كل انجازاتنا بتحصل بالاجتهاد الشخصي، تحصل صدفه،